يا فضيلة يا الشيخ، يا لست ما فضيلة، أخوك أخوك. يعني صراحة يعني أنا أتابع الحلقة وقلت خلني أتصل، هي. أنا قلت عل وعسى يعني يمكن ترد يمكن ما ترد. قل لي سبحان الله، والله ردوا علي الجماعة وقالوا يلا بنخليك ثالث مكالمة. نعم تفضل. وفضلت شيخ الموضوع اليوم عن السعادة. نعم. والإنسان يعني في الوقت هذا حاليا يعني يفقد السعادة. هي. يعني ما تعرف من أي طرف، طرف الصلاة ولا من طرف المال. نعم. فالسعادة يا طول العمر وين طريقها؟ يعني الواحد مقصر في صلاته ولا مقصر في نعم. هو شوف السعادة في الدنيا، السعادة المجردة المحض لا توجد. السعادة مجردة محض، يوجد رضا في الدنيا. نعم نعم. السعادة الحقيقية هي الرضا. هذه السعادة، أن ترضى بقضاء الله بقضاء الله وقدره. نعم. ترضى بالمصاب، ترضى بالنعمة، كما نحن نرضى بالنعمة يجب أن نرضى بالبلاء. كما أنت فرحت حينما أتى لك ولد يجب أن نرضى إن لا قدر الله سلب منا الولد. هذه سنة الحياة. والله يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ، يعني أنا بقول لك عن الوضع اللي أنا اللي حاصل لي فعلا. نعم. يعني تيني سعادة تفرحني، يعني فرح كبير جدا. نعم. وتيني أيام أعوذ بالله منها. هي. إيه والله. وهذا هذا 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 حال الدنيا. هذا متكرر، يعني متكرر سنين، يعني سنين وبنين. زين هذا حال الدنيا ترى. مو أنت بس، وحنا معك والمصور والمخرج، يوم يوم تحصلنا الفرحة كأن نشق بها السماء. نعم. ويوم نعم. النكد نريد أن نحفر القبور من شدة نعم. تشاؤمنا. فهذه أصلا حنا لو نبقى دائما سعيدين حنا في الجنة. وتروح تصلي وهذا ولا وضعت التميم مثل ما هي، سبحان الله يعني. إيه فتقدير الله، السعادة مسألة نسبية. علمت؟ فلا نعم. لا تكترث لهذا، السعادة الحقيقية عند رب العباد بجوار رب العزة. كما نعم أخبرنا. بالله. والله نعم. يا فضيلة الشيخ أنا صراحة سعدت بسمع صوتك والله. الله يعني هذه يعني فرصة تشرف فيها والله. والله أنا اللي تشرف. مرحبا بك. قسم بالله وأنا أتابعك في كل التواصل وفي كل مكان يعني. الله يسعدك ويطول لي في عمرك. الله ينور حياتك إن شاء الله. آمين. مشكور يا سعد. تسلم تسلم يا سيد.